ايضا راح ندخل هذا نشوف، هذا اقل طبعا من اللوفر، كلها يعني كثيره كثيره صراحه. وبعد بنطلع قدام شوي ونشوفها كلها، تكون هنا فيه الخيارات اكثر، جوده اعلى وسعر تنافسيه. غريبة، تبون ماترس هذا ب 2008 وهذاك 3000 وشوي، تقريبا قيل 5000 بس بدون كومودينا يعني. ف يعني حدود 2200 تقريبا الماترس مع السرير. ندخل جوا شوي نشوف، هذا كلهم محلات، خيارات كثيرة يعني. حتى هذول يبيعون سجاد فرش، أول مرة أشوف. احنا نتكلم عن شكل يتغير، هذا نتكلم عن السرة غرف النوم. ها يا شوف هذا السرير، اوكي هذا يقدر يرفعه بالشكل هذا. شكرا وسهلا ان شاء الله، عشان يقول لك تتفرج على التلفزيون انت مرتاح. شوف هذا قلنا عن السرير، نبي نعرف السرير مع الماترس بد هذه يعني المرتبة كومودينا كم سعرها؟ يقولون احنا مصنوع عشان تنام السلي. خلينا نشوف بعد منتجاتهم لين تجي معهم تطرح. طبعا يقول نص ليذر، مو يعني نص جلد، مو بجلد كامل. Well, this one is it queen or king? Yeah. The king. King. King size 1.8. Yeah, okay. One boy king, not queen. Yeah. King هو الأكبر صادقين. Yeah. قالت كومودينا واحدة هو المرتبة هو السرير بدون هذه الرافعة ب40,000. بس اذا تبغى اللي ترتفع لا ب 52,000 هذه اللي ترتفع. This mattress is fancy. This one is mattress is this one. But this one is this. هذه يقول 10,000. لا يصحى. 10,000. وهذه 20,000، في فرق بينهم. سر اشكال والوان. هاي. Hello. Alright, tell me about the bed and the mattress. Two pieces. How much is it? شوف هذا السرير. كنت خليني اسأله دام انهم عارضينه كم. السرير مع المرتبة. طبعا مثل ما شفتوا المراتب. Two. Yeah. بالقطعة يبيعونها يعني المرتبة قطعة هو السرير قطعة، تجي تتكلم بالطريقة هذه. Yeah. One bed, two mattress, 71,700 خبال. هذه الشركة الصينية، خلينا نشوف عندنا جينهاوي، نتفرج عليها ونشوف أسعارهم كم. Is it chain this one? Yeah. Function mattress. Okay. والله تشوف اشياء عجيبة غريبة صراحة. طبعا احنا بشوف، بس احنا بسعر ومو يعني مو علشان مثل ما قلت لكم، مو علشان اللون او الذوق او شيء، بس نسعرها وممكن تعجبكم. اهم شيء نعرف الاسعار. Alright, can you tell me about this one? Two pieces. Mattress and the bed. Okay. كنا نشوف السعر هذا. سرير والبد، قلت لكم انه التسعير يكون بالقطعة. هذا 51,000 قلنا السرير مع البد مع المرتبة. هذه تقريبا يعني واحد. Is it how much is it? 5,100. اوكي 5,100 يعني تقريبا 2000 شوي. هذا السرير مع المرتبه.
سيم تو بيسز 4600 سرير مع الماترس. And the mattress is like this. Okay. Together. Together. Oh, I see. It's is it the same there? 9200. 9200 is bed with mattress together. With the mattress that. Yes. طيب هذا 9200 هذا السرير مع الماترس طبعا الماترس يختلف لو خلينا نشوف كم سعودية تجي تطلع 5000 شوي 5000 شوي سعودي هذا السرير اوكي يعني عندهم هذا شكل حلو مو بشين ممكن تمرونه يعني اسعاره معقولة طبعا لما تجي تاخذ تقدر حتى اثنين تقدر تعد تخليها واحد تقدر تخليها اللي تبي كلمهم لانهم يحتاجون تصنيعها يس هذا لو افترض ان ناخذ سنجل طبعا يقول هذا كوين ب كينج سايز بال في الصيني هذا كينج سايز يجي له تقريبا مترين از 2 متر ذس وان يا 2 متر 1.8 2 مترين 1.8 أظنها أصغر من الكينج هذا يمكن الكوين بس عندهم هم يسمونه كينج عموما أنا قلت أبغى يعني سينجل من هذا مع الماتس فأعطاني 4700 رمبي قسموه على 1.8 تقريبا يعني حول بعض مع اختلاف التصاميم وبعض الاضافات زي الليد اللي موضوع هنا والقاعده what is it is it queen size this yes, one queen size not king size we can make it also okay. all the size can make king or queen okay yes. يقدرون يغيرون كل شيء يسوونه شوفوا مصنع من ضمنها الماترس من ضمنها اي شيء تبي تغيره في اللون شوف الالوان الموجوده alright What's the size of this one? Is it 2 meter this one? Yes, 2 meter length. And this one? 1.8. كلهم 1.8 ويسمونه king size عندهم في الصين. Can you tell me about the how much is it the mattress and the bed itself? The mattress will be 18,700. 18700 للماترس بس صح؟ حسب ما ذكرت 18700 The mattress And the bed The bed is special price on promotion price البيد ب 5980 يعني تقريبا 6000 حدود يمكن 2800 ريال السرير يعني الماترس مو بشرط تاخذون هذه ممكن تغيرون اذا تشوفون مبالغ فيها تغيرونها And this is another mattress Yes How much is this one? This mattress تعرفون هذا ب 17000 هذه نبيها اقل This queen size mattress Our mattress can it's very hard First if you try our mattress you first need to sleep on it and try This is our Chinese traditional palm fiber Fiber Yes قماش صيني It's hard هذه يقول ما راح تعرف جمالها الا لما تنام عليها. It is very good for our back. جيدة yeah. للظهر، اوكي. Okay. You can promote the sleep. Right. طبعا هي انا جربتها الحين، طبعا قاسية المرتبة، بس يمكن هي تكون افضل شيء يعني. ما ادري والله. عندهم اربع ماترس مختلفة طبعا. هذا ارخصها 8000. هذا وممكن انك تاخذ حتى السرير بدون ما تاخذ الماترس حقتهم والله جربت هذه قاسيه والثانيه ما هي بعيده عن بعض بس يمكن مع النوم تختلف لكن عموما تقدر تاخذ السرير نفسه بدون الماترس مو بشرط يعني وتروح تركب الماترس عندك في السعوديه How much is it the bed? The bed? The bed is yeah. سرير هذا السرير يعني and B 4000 ار ام بي يعني حدود 4000 حدود يمكن كينج سايز 1600 ريال 1600 ريال السرير هذا كينج سايز يس كان يو تيل مي اباوت ذا بيد نو اول باي ذا ماتريس فروم ماي كانتري ميبي اوكي
Yeah, it's too high. It's too expensive. This one is soft. 这个是很软的。这个呢，是我们中国人的传统床垫床。How much is the bed? The same. Ah, okay. The سرير هذا 4000 queen size يسمونه. King size. King size. تو مترين في متر وثمانين سنتي. And the bed and the mattress. The mattress. This one, good price. Okay, good price. The mattress هذه أرخص شيء لقيناها ب 5000 رمبي تقريبا حدود 2400 ريال ماترس بس. تقول لي بعلمك عن انتبه للنقطة هذه. What's this one? The frame, this wooden inside is the large wood, solid wood. Here solid wood. Yes. تقول هنا يكون خشب solid يعني قوي هذا اللي تفرق عن الشركة الثانية. And you see the extra white is wider than other shops. You see other shops only 5 cm. We have. I mean the frame. This one. Yes. 15. Yeah, 15. Others only have 5. Okay. هذه يقول لازم تلاحظونها مع الشركات الثانية. تقول حنا 15 سنتي هنا بينما الشركة الثانية 5 سنتي هذه لازم تلاحظونها وهذه طبعا تحافظ على قوتها والله سعرها مو بغالية يعني صراحة بعد حتى هذولا يعني ممكن انك تاخذ منهم اوكي yeah this quality will be far better than this one تقول احسن من هذولا شوف هذولا هذا 5 سنتي بينما هنا 15 سنتي تقول هذا يعني جيب من الان جيب مترك معك عشان تعرف وخلهم يفتحون نشوف بنشوف بعد شوي شركة من الشركات يعني إذا 15 سنتي أفضل alright explain to you also this leather is not the real leather this is the microfiber leather and this one yeah microfiber leather is far better than the PU is the quality can compare to the real leather yeah هذا microfiber مايكروفايبر هذا يقولون افضل من بيتر ذان وات بيتر ذان ذا PU اللي هو تعرفون الاشرعه اللي يجيبون من الاشرعه هذا البيو اظن ان بلاستيك ومع شيء ثاني بيو بلاستيك ان نو ذا PU will be very low price اوكي بيو مايكروفايبر will be more expensive اوكي yeah just secondary to the real leather yeah because the quality is quite good المايكروفايبر هو افضل شيء واقوى من البيو ويجي بعد مرتبه ثانيه من الجلد الحقيقي حط شوف والله نقاط علمتنا عنها كويس هم ما عندهم لف ودوران ما يخدعون في هذا يخدعون في طرق اخرى لكن قانونيه يخدعهم بس هم لما تسال يعطيك الحقيقه ما يقول لك يعني انه يعني ما يقول هذا الليذر وهو اصلا مو بليذر لا ما يقوله هذه أيضا محل ثاني بس بنلقي نظرة عليها تقريبا يسرقون الأفكار من بعض وإن كانت يحاولون يعني خليني أسأل عن هذا بس إحنا نسأل عن البيد والماتريس لما يجي وقت الشراء طبعا راح يعني لما يكون عندك أكثر من شيء تشتري راح يتغير السعر أوه سوري شوفوا كم 10998 رمبي كم تطلع سعودي تطلع 7221 هذا الديزاين نفس الشيء هذا اللي تكلمنا عنه اللي هو هذا ما هو زين 5 سنتي شوف كيف الحين بعد من هناك وبعد هذه كلها شكلهم كباين بس دراج كباين ما يصنعون لك مش ما هي جاهز انت تجي مقاسات يصنعون لك شوف زي هذه مثلا هذه مكتبة بيت بسأل عن هذه كيف اللي بالمتر كيف يشتغلونها خلينا نشوف
هذا والله نجي زين المترجم هذا شكلي كان يسوس وياه شيء سمي لقيته في السوق ما بغالي والله بس اختار نوعية زين ابى اشوف نوعية زين it depends on what kind of material you need if you want good materials each price is different yeah what this material what is it material what do you have material 这种材料有什么关系 يقول لي السعر بالمتر مربع على حسب الماتيريال الماده يعني تصنع من كيف لو شو اللي عندكم من المواد This is a baking varnish board and all the paints used in each baking varnish board are different and the prices are also different Just like what you just saw now is the golden one. Yes, the base price is 3,500 square meters of black light, and the black light is 6,000 yuan per meter. يقولوا هذه من 3,000 إلى 6,000 تعتمد على اللون والماتيريال وكذا بس من 3,000 إلى 6,000 للمتر المربع متر المربع بس هذه حبينا نشوف وش اسمه I fly tech right yeah ممتاز اشوفه كثير يستخدمونه اظن من افضل المترجمين ويمكن موجود على اونلاين نكون شركتهم اللي شرتها بس ما يعرف عن عن سعرها المودل What's this one what is it what did you call this one 我这个是不能拍照的 I can't take pictures of this 因为这个是我们的设计也是我们的产品 Because this is our design and our product 对这是不能拍照 Starbucks 们 على الشارع تقريبا في كل مول موجود كل مول موجود هذه الشركة اللي دخلناها شوف الساعة واحدة الحين تقريبا وقت غدا شوف هذا غدام شيء بسيط طبعا الحكم يعني اصلا الرواتب قليلة لهم ممكن من التوفير هذا ياكل شيء اللي يمشيهم وذاتس ات احنا في الساوث انا كنت اتوقع انه في النورث غلط احنا في الساوث هذا الساوث اوكي نبي نروح للنورث بس خلينا اول شيء نروح لل اللي هنا اول شوف هذه بشوف اللي برا شوف طاولات هذه اكريليك اكثرها طاولات مع الكراسي ممكن تنفع خارجي حمل في الخارجي كان خشب خطيرين والله مدري فكرتها زين ولا لا تقول ما هو بأكريليك مصنوع من ريزن أظن بلاستيك ريزن R E S I E N ابحثوا عنه أوكي 34,900 أربع طاولة واحدة منها وأربع كراسي بأربعة وثلاثين ألف كثير مرة كثير Thank you كثير مرة مصنع الأنباش إيه هاي نبغى الجلسات العربية Hello Is this one هذا السان لينك خاص بالأثاث والغرف النوب كل شيء شوف هذا وش وين يوصل وكم دور وهنا أيضا وهنا أيضا شوف شيء How many meters? This one? 2 by 4 مترين واربعين سنتي وهذه 1 meter This is 1.8 meters Okay, wait I need this table Table And four chairs Four chairs This, no This four chairs, this table
طبعا هذا المصنع يصنعون لك طبعا لما تطلبه يصنعون لك. هذه ألمنيوم. وهذه هذه يمكن انها هي قوية بس ما ادري وش مصنوعة منه. 6500 اربع كراسي مع الطاولة 6500 تقريبا حدود 2800 ريال. اربع كراسي وطاولة. هذه الطاولة هذه كم تمتد الى مترين واربعين سنتي. شوف مترين واربعين سنتي وتقدر شوف كيف فكرتهم. شياطين حلوة تنفع الجلسات الخارجية. How about this one? This one. Swing. This one 900. 900. 900 ريمبي يعني تقسم على 1.8 حدود 400 ريال هذه. What you, else? You this Apple set. Come show me. Auto. Money, money. Where is it? Come show me. Okay. How about this come. One? How about this one? Yeah. That one. This is 3x3. سري 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 باي سري يا yeah. ثلاثة في ثلاثة هذه المظلة نسأل عن مظلة. اوكي how much is it 1800 1800 ريمبي هذه المظلة 1800 ريمبي هي اللي نقول عنها سنلينك فورنيتشر سيتي نور. بنروح تقول عندنا معروضات اكثر بنروح نشوف عشان بس مو فوق. إذا جاء الواحد يأثث يشتري كله يشحن كله. هذه تعرف لنا أيضا. Excuse me no yeah tell me how much is it this one sofa sofa yeah هذه 1100 this ambi 1900 هذه الصوفة الخارجية الألمنيوم wood no wood ألمنيوم no wood تقول انها الومنيوم والله ما ادري يعني. بس خلينا نشوف الاشياء اللي ممكن الناس تسال عنها وتعرف اسعارها مع اسعار ربعنا هناك. طبعا هذه هذه شفناها المظلات. بس خلينا نشوف الجلسات الخارجيه. Alright how about this one yeah. is it how many meter 3.3 3.3 is it with the curtain with this one Yeah, this one aluminium and this one. I need this one. Yeah. هذا aluminium. Aluminium معها السحاب الغطاء وحتى حقة نامس. أنا ممكن تنام فيها. هذه 3x3. Yes, tell me how much is it? This one. This ambi. Ramenbi. Ambi. إيه. 5500 هذه. Aluminium طبعاً تفك وتركبها عندك. يعني بحدود 2800 ريال. اكسلنت. تحبون هالكراسي هذه؟ هذه مرتبة هذه خزران بامبو؟ وود؟ اورايت. اقول ابغى هذه الكرسي مع الطاولة مع الكرسي هذاك واثنين زي هذا يكون تقابلات بشوف كم سعرها. هذه خيزران او ما ادري يقول وود مقاوم للماء نشوف كم. This is 5200 وشوي. طبعا ما بعد تكلمنا في اي موضوع اخر مكاسرة او سوي تخفيض وما ادري ايش لانك لازم تكسرهم مهما كان. هذه 5000 حدود 2500 قطعتين منه طاولة كرسيين. عاد شوفوا كم سعرها عندنا في السعودية. Alright. هذه واحدة من الشركات. نبي نشوف غيرها نشوف بس كذا. في عندهم تشكيلات وفي غيرهم كثير. بحر من الأثاث وبحر من الأشياء. شوف هذول الأشياء الخارجية. برضه عندهم ما شاء الله برا وجوا خلنا نشوف خاصين في الشغلات الخارجية. شوف هذه ايش حق تسوي طبخ يا سلام. لحظة هذا الشوي طبخ يا سلام. Can you tell me how much is it just the table طاولة هذه the table only this piece this table 2 meter yeah I like that
Can you tell me how much is it? 马上来玩这个。 Can you tell me how much is it? This is Ambi. هذه 2900 تقريبا رمبي. بس الطاولة عشان فيها السخان وفيها شوية، بس ما أدري تشتغل السخان ولا شوية بسيطة. نشوف عندهم تشكيلات حتى هذا، كل هذه يقدرون يسوونها. You can make all these things, right? This is you can make it. You can make it, right? You can make. Yeah. You can make this one. Yeah, you. 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 يقدرون يسوون كل هذه، وهذه شوف. يسمونهم الـ outdoor furniture. كل هذا ايش؟ طبعا هذه كلها يقدرون يسووها الحين، يعني محل كبير صراحة. ما اقدر اسأل صراحة، كل شيء عن سعره جاي نصور انا وبس، لكن بعرضكم اللي عندهم اذا شفت مرة عاد سالفهم. صعب انك تسأل عن كل شيء. هذه عندهم حقة المسابح. بلاستيك؟ Is it plastic? Yeah. She's long على قولتهم. في خيارات كثيرة، بس هذا جزء من معرضهم.